صباح الخير أحبائي وأعزائي. كنا اتكلمنا في موضوع الأخت مارينا أنور اللي تم اختفائها، وبقدرة قادر عرفنا النهاردة إنها رجعت بالسلامة. مش عارف إزاي يعني، في لحظة كده في يوم اختفت، والحمد لله عموما على رجوعها بالسلامة لبيتها ولأسرتها. نزل على صفحة أبونا وبيشكر مدير أمن سوهاج والمحافظة على مساعدتهم، بس يا ريت يتقال لنا التفاصيل إن هي كانت فين وراحت فين وإزاي اتخطفت وإزاي رجعت ولقوها فين، ويا ريت نعرف مين هم المتهمين أو اللي خطفوا الأستاذة مارينا أنور. ما يبقاش هو كلام يعني عابس بيتقال وخلاص، فلانة اتخطفت، فلانة رجعت، فلانة اتخطفت، فلانة رجعت. الموضوع يعني بقى زايد عن حده وما بقناش عارفين نركز الدنيا ماشية ازاي. زي ما ابونا قام بالشكر والتقدير لأجهزة الأمن على عودة الأخت رانيا، الأخت مارينا أنور، كان لازم برضو يقول ازاي وزارة الداخلية قدرت تجيبها، وايه هو الاحداث اللي حصلت، ومين اللي خطفها، والمختطفين دول وضعهم ايه في الحياة، هل هم سابوهم جابوا البنت وسابوهم مشيوا، ولا هل اتعمل لهم محضر، وايه هو رقم المحضر اللي اتعملوا لهم، ووضعهم ايه، وهيتحاسبوا ازاي، عشان ما تبقاش المواضيع ماشية يعني جهجهوني زي ما بيقولوا كده وكلام عابس، عشان لازم البلد دي ليها سيادة قانون وليها احترام احترامها. وزي ما شفنا ان الاخت اللي بتتطاول تينا بالالفاظ على سيدنا البابا وقالت ان هو عبارة عن نعامة دفن راسها في التراب، وان الكنيسة العظيمة اللي بنصلي فيها هي عبارة عن بارتيتا، يعني البارتيتا دي هو مكان بيتلعب فيه القمار، وان الكهنة ما هم غير انهم بيدوروا على السبوبة. وعرفت من اخواتي واصدقائي في القناة ان الاخت دي كانت عايشة في سيدني في ايطاليا، وكانت سمعتها للاسف زي الزفت. ده اتبعت لي في التعليقات على القناه، انا جالي اكتر من حوالي 100 تعليق، برغم المشاهدات قليله ولكن في دايما مدح في القناه، وده انا بشكر كل اصدقائي واخواتي اللي قالوا هذا الكلام. وطبعا يعني زعلانين جدا من احد اعضاء الكنيسه والاخت تينا اللي لابسه صليب وحاطه رجل على رجل قدام مشاهدينها، ومسمينها الثورجيه، مش عارف ثورجيه على ايه بالظبط، يعني ثورجيه انها تهين الاخرين، انها تجرح في اي شخص. ده كلام مش منطقي ولا كلام معقول ابدا. الكلام المنطقي هو ان احنا نحافظ على اخلاقنا وعلى تعاليم المسيح اللي علمها لنا. ان كنا احنا بنشتم فيه وبنجرحهم، احنا كده بقينا اريوس ونسطور، وبقينا يعني للاسف مش عايز اقول اكتر من كده. لكن كل الشكر والتقدير لاجهزه الامن في حاله عوده الاخت مارينا انور كما قالوا، ولكن نشكر ربنا وربنا يعود كل بناتنا المختطفات بسلام، وسلام الرب يكون معكم ونهاركم سعيد.